أهلا بكم من جديد. نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على استمرار مسيرة التنمية تحت قيادة جلالة الملك المفدى والمضي قدما في خطة الوصول لنقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية، وذلك بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه سموه في الملتقى الحكومي الثاني 2017، والذي أكد فيه على ضرورة الاستثمار في المواطن عبر التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل، داعيا سموه إلى ضرورة مواصلة التركيز على تحويل التحديات إلى فرص. كما أكد سموه أن الإنجاز النوعي يجب أن يكون العنوان الأبرز لكل مسؤول وموظف في الحكومة خلال المرحلة المقبلة. وقد أوضح سموه أن القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية للنمو هي النفط والغاز والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية. في خبر آخر، أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن نجاح معرض IGN البحرين في نسخته الخامسة باستقطاب أكثر من 14,000 زائر على مدى يومين من انعقاده في حلبة البحرين الدولية. وقد أكدت شركة ترتيب المنظمة لمعرض IGN أن فعالية هذه السنة تميزت بزيادة عدد المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي ودول شرق آسيا كالصين واليابان، وقدوم أفواج من الزوار من داخل وخارج المملكة بغرض تجربة مختلف الألعاب والأنشطة وخوض غمار منافسات بطولات ألعاب الفيديو. فيما أكد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمؤتمرات الشيخ خالد بن حمود آل خليفة أن نجاح معرض IGN وبشراكة استراتيجية مع شركة ترتيب يرتكز على إظهار القدرات الشبابية القادرة على وضع البحرين في مصاف الدول العالمية. نشتغل مع الأخوان في شركة ترتيب كشركاء استراتيجيين لنضع استدامة كاملة في رزنامة فعاليات مملكة البحرين. جميع الفعاليات والمعارض احنا نحاول بقدر ما نقدر ندعم القطاع الخاص ان يستمر في فعالياته، وان شاء الله الفعاليات تكبر سنة عن سنة. واليوم IGN تستهدف العوائل والشباب والبنات، وما شاء الله في اليوم الأول تعدى 8,000 زائر. الحمد لله الإقبال وايد عود، وايد ناس يجونا من كل مكان، من كل أقطاع العالم ياتنا ناس. من الساعة الأولى، من الساعة 1 بالأحرى، الناس قاعدة توقف عند الباب طوابير. الحمد لله قدرنا نسيطر على الموضوع وندخلهم بأسرع وقت ممكن. اكتيفيتيز وايد، تقريبا 12 بطولة بلاي ستيشن كمبيوتر، تقريبا 20 اكتيفيتيز برا على الايفنتس في الاوت دور، فنوعنا في كل شيء عشان نحاول نرضي الكل. والان نترككم مشاهدينا مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع إغلاق البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء عند مستوى 1283 نقطة، بارتفاع نسبته 0.39% عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,012,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 474,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 93 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 28% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
ونتابع الآن مشاهدينا مع أغلاق البورصات الخليجية لهذا اليوم، وكما نلاحظ أغلقت معظم البورصات الخليجية في المنطقة الحمراء. ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 6975 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.52%. أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4498 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.16%. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5046 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.41%.